إن شاء الله يوم الجمعة راح نفرح جميع مؤازرين ومحبي كرة السلة الأردنية بتأهلنا لكأس العالم للمرة الثالثة بتاريخنا والثانية على التوالي إن شاء الله. الشباب عم تعطي من قلبها، الكل يعني متحمس للمباراة، الكل متشوق ليفرح الشعب الأردني وبالوصول الثالث، أكيد وصول تاريخي ثالث لكأس العالم والثاني على التوالي.